حسين محمد فارح عديد وسياستك صدح مغضى وحاك قدن بيسي اللي يوجوه عصمرا قرنا وحيا هيد مكي وكل واقعي إن حدودك إتوبي صومالي سفريين تاسو كان معنى هيد سيدا وشيغي إن أي قاد دوران هل باسابور صومالي إتوبيا حسين وحان كل كلمي سنة كلابات مقالة كمبالة دلك يوغاندا إنت بطن لكلن كي يقول حقوصو أدي مالمو وسلمي هاي وحنا ويدي حسين ما حق عبادة وجيسة توسيس دوك بحق ما عبادة انت عقل لها تدوس انا ما كان جري وصن كوا بلاوي قران كرا برشدي سواقا سان قبرتي تدواتن في لبدي دواتي كوغي اي اهد الحمد لله رب العالمين والد كي سفي عني يسو برين واجع لاولي جدينتا جامعة دا و جوردن لبسنا اسوشيت شراع اسلامية كقاتي مركز سنة واقع سنجري دينتنا آدان أبرتي يسونا ذا كلية برشا ما هنا فعل كذا وفلنا هاي وأنا وح أقو يعني أقول راح حبضا غف بين آدم كسوبين كرو وعبادة ذا عبادة ذا وح كمدة سون كمدة سونا ذا وح كمدة عقس كقرآن ك وح كمدة وفائدين تا دعاء والدك وح كمدة مساجد ذا أو لبا وقف منا بيدا وكدي سي منا وقدي سي وطن ك والدك وقفي جدك ورشدها حمر مركا وحوي إن 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 كور كشقي ولد صالحة عروتي دي سيدو كل ولد صالح إن نقدان ووحى والدك أنا ود عيستي أنا أعرف إن كشقي إن براء عروتي دي أنت أنا أفسن وأخر ويا وحنا كودني يا كلام حفر حديد الله نحرست يا بها وقيري هذي حساس كل عادي بارز السمي إلى ورد القارة الشيغيان إن حلقي حبضا يكون دعوة دعوة وها شنو لو رأسي فلابق لسوري ولو أليس تغاتير سلاح كاملة مكي هالكا تغانت هاي بطبقالك هذي محاك لازم حاسي أكت الله نحريستو يعني سالبالار دومي أسنة وقت جيسي أيادة ماضي خورشي ياشا شيغي سنة واجران وحانا حبتاس سيف عن وهاي تغاتيرتي واسجا وغشي عمو كغير قاعده هو شيء الله عز وجل عنك قدرنا كوريوس عمو فلبا لو شو عم حبضه لو شو عنك قدرنا تشي سيد صورة شير شور شيء سقران كره أنا مسؤول تقوس الرئي فملك سياسيين سياسة نعده وحاس قرب دقني صار داو عنو أوي ميت وقتي الغلا هنا وقال الجوي مرنا والد كي مدين وما تدك كسوبي وما تكو لم يدك كسوبي دام تاسو وصبيهن أنا حقت أصلا أنا أقول نهاي وحن وحلا سود ياري هاين وأجنبي سوماليش بجفته وحن كسو أوروري صورة صورة سيد الله ده هاي خوفك وما تدك وما تلاقي أنا كسوبي سيد تدك كسوبي واقعنا هاي أقول تدنا ولا هاي حق دي بدنا واقعنا حق دنا ولا لكن وحاكب مهم سنين نبدأنت يا غرانك يا سيد صورة صورة اللي هذا هاي خوفك أنتي اللي عفيه وحكوين أغرق إلى وجب الدلال سجى ما أنت أغرق جرا مركب أنت عس أيام جو عن صدي ومضي أنا جا وكيلتنا أو أمسوك أنا جو عن صدي هل تحسن مركب كجرتو هسيه شو حشيء يصير أنت بوجرا إن حبض لك كل عضي كان محفر عديد وحشيك تي عبد حس عوالة قديم عبد قديد وحصلك هذا الشيء تدوان إنه يهمله وينها قلمه لكن مركي لقي شكرافك قال كعيو كتير هو عيالو كتير شذو كره وحلو جديد إنه مرجت كدير أما كنا صار مركي هرمها على سكوي معي ده كقارو حليهين عبد قديد لقى ميلين عبها أنا قاعد تلي هو يدري أنا قاعد تماري أدوم حد كقطار أنت أنا وعن قباين سيدي مركي سقاشن اللي حدي النبضة تنزل يمين نبضة أنا وش قيني عبد غيدي يو قف كستو أو كل حد قد بهيو معالي رضا النبضة أنت أما دتك واحد كتبنا أيام هذا عبد غيدي مش مسوين دتك واحد كتبنا ودتك قبل كمدوك أو بشوى أنا أو بشيء مركا وحال ربع مركا وحقوق قيمة بدن إن غلط غلط بمسح كره إن أو كتنزلوا وحصو حصو صناعيو
dadkii shalay oo agoonta uu ka dhigay ama nidaamkii hore oo liscafiyo lagu mideeyey inay soo noolaato mar labaad. arrintaasna waxaa wey boogti oo la dhayay oo jaa xirnay abaabkeeda oo xamar nabadeen ku qaadanay oo Sanca ku soo siixnay oo asaga uu ka mid ahaa oo aan nin walaalkeenu adeerkeenu waa aan jecelnahay in uu 2 sano bar ka hor uu dadkii mudug shalay ku soo dhaweeyey markii maxaakiimta xamar ay kaga adkaatay oo bay daba yimid ninkii soo wada mudug keenay diyaarad soo saaran ahaa. marka inuu sidii uu dowladda kiimika iyo la dhisay anoo wasiirka arrimaha gudaha inuu nabadda ka shaqeeyo dadkana uu iloosiiyo qaladaadkii horey markuu xilka SNA-da u hayay arrimaha gudaha iyo khilaafkii iyo qorshahaas waa soo wada xirnay. marka maanta wuxuu haystaa beej fiican inuu nabadda ka shaqeeyo, tanazulna suubiyo hadduu u ekaado inuu dadkii xasuusiyo oo asaga ka dhashay degaankii shal cafiyey dadku un waxa weeye waa tashanaya. markaasna wax weyn aan ka qaban karo aniga xataa waaya ma la sanaawi ra-iisul wasaare Itoobiya geeriyooday. waxaa leeyahay geeris wixii ku soo aaday xilli uu dalbaday 800 oo taangi ilwareedyo madax bannaan ama dibnaasiyiina waxay leeyihiin mana sanaawi wuxuu dhinta sun geerida mana sanaawi maxaa ka maqasha intaas hadda sheegtaan ka maqlo inuu taangiyo dalbaday taangiyada waxuu ku qaban lahaa sideeda 800 oo taangi markuu dalbanayo mana sanaawi. dabcan wixii ambishinkiisa ahaa inta waxaan ku ogaa keliya in uu ambishinkiisa ahaa waqtigaas inuu dekedaha kala wareego geeska africa labada oo eritrea iyo saddexda soomaaliya. marka ambishinkiisa aad u weynaa arrintaasina umaysa suurtagelin. waana asoo noolana warqad soo qoro yiri waa ku fashilmay arrinta soomaaliya laakiin marka soo socoto ma ku fashilmay. marka military rabay inuu ku qabsado awood military soomaaliya soomaalida diaspora ayaa dhib weyn i gaarsiisay soomaalida gudaha waa ka adkaaday breskiisu ahaa marka soo socoto qalad ma galayaan soomaaliya usoo tababashaysta. arrintaas marka internationalka iyo dadkiisaba iyo gudihiisa waxay la tahay waqtigiisaba xag allaaba ku xalismay. marka mo hal arrintiisana waxay la tahay nin daris oo tegay waaye. waxaan rajaynaynaa nabadeen iyo wada hadal iyo caafimaad inaan dowladda dariska Itoobiya kulooda nolo military halka bar walba ma keenay waayahay. daawad ayaa la socda qaybta labaad ee wareysigan aan kula yeeshay magaalada Kampala Xuseen Maxamed Faarax Cabdi Diij. waa maxsanta hadoo weyn.